منتصف النهار والناس بتوقيت الجزائر الثانية والناس بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وإليكم أبرز عناوينها. استمرار الانتهاكات الصهيونية في حق الأقصى المبارك وسط صمت عربي وإسلامي مريب. غليان في صفوف طلبة جامعة التكوين المتواصل بعد قرار تجميد التسجيلات في القسم التحضيري. رغم محاولة التخفيف من الأعباء البيروقراطية، المواطنون يشتكون من سوء الاستقبال والمعاملة في الإدارات والمصالح الخدماتية. السلام عليكم. نستهل نشرتنا بالحديث عن تطورات في المسجد الأقصى الشريف، حيث اقتحمت قوة الاحتلال باحات المسجد الشريف والحرم الأقصى لليوم الثالث على التوالي رغم التنديد الواسع بتصاعد أعمال العنف هناك. وأفادت مصادر فلسطينية بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد صباحا من جهة باب المغاربة وتمركزت في الساحات القريبة منه بهدف تأمين دخول المستوطنين، فيما تصدى شبان المرابطون للاقتحام ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتعال النار في أرض خلف المصلى القبلي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد هشام يعقوب، وهو المسؤول ورئيس قسم الأبحاث في مؤسسة القدس الدولية. أهلا بكم سيد هشام. أهلا بكم سيدي الكريم. يعني نلاحظ أن الانتهاكات في المسجد الأقصى تتكرر بمناسبة ومن دونها وسط صمت مريب للأنظمة الرسمية وحتى المؤسسات المكلفة بحماية هذه الأماكن المقدسة، لا الجامعة العربية تتحرك ولا منظمة التعاون الإسلامي، اللهم إلا بعض بيانات الاستنكار على الاستحياء. ما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يشهده المسجد الأقصى منذ أسابيع ثلاثة تقريبا وأيضا منذ احتلالها منذ عام 1967 هي محاولات إسرائيلية حثيثة من أجل السيطرة على المسجد الأقصى، من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، بمعنى أن يكون هناك موطئ قدم دائم لليهود داخل المسجد الأقصى ويقتحموا المسجد الأقصى ويعبثون ويدنسون المسجد الأقصى يوميا من دون حسيب ومن دون رقيب. يريدون أن يطبقوا النموذج الذي طبقوه في المسجد الإبراهيمي في الخليل حينما اقتسموا المسجد الأقصى بين الفلسطينيين واليهود، وبعد فترة من الزمن باتوا يمنعون المسلمين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأصبح هذا المسجد بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا هو السيناريو المخطط الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يطبقه اليوم على المسجد الأقصى. لكن سيد هشام، حالة من الصمت وحالة من الرضوخ بل حالة من التقاعس التي تعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي. يعني هناك في ظل هذا الصمت، يعني هناك غياب ملفت ربما للانتباه لملكي الأردن والمغرب وهما المسؤولان عن الأوقاف وعن تسيير مؤسسة أو مسجد الأقصى، هل يعني يعتبر هذا الصمت تنازلا ربما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة لصالح الكيان الصهيوني؟ نعم، نحن دائما نقول الأردن عليه مسؤولية تاريخية، هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس لا سيما المسجد الأقصى، ولذلك الموقف الأردني إلى الآن هو موقف غير متناسب وغير منسجم مع حجم التحديات والاعتداءات على المسجد الأقصى. الأردن يجب أن يستغل وأن يستثمر العلاقات الدبلوماسية التي يقيمها مع هذا الاحتلال الغاشم والعلاقات الاقتصادية، لا أن يذهب إلى مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية التي نسمع عنها في كل يوم أو في كل أسبوع. ينوي الأردن أن يوقع مع الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بما فيها تصدير أو استيراد الغاز وتحلية المياه وغير ذلك من المشاريع الاقتصادية. إذن الأردن يمضي إلى مزيد من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي فيما الاحتلال الإسرائيلي يمضي إلى مزيد من الاعتداءات على المسجد الأقصى. نحن نطالب الأردن بأن يتخذ الموقف الوطني والديني والإنساني المتناسب مع مسؤوليته. كذلك المغرب
الملك المغربي هو رئيس لجنة القدس، وعليه أن يقوم بمسؤولياته بأن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وفي كل المحافل الدولية، لا أن يترك المسجد الأقصى وحيدا لقمة سائغة في فم هذا الاحتلال الغاشم. سيد هشام، يعني في ظل هذا الصمت الذي تحدثتم عنها الآن وبمعطيات ربما موثقة، ما سبيل أمام المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى لردع الكيان الصهيوني أو على الأقل الوقوف في وجه هذه الاعتداءات المتكررة؟ أنا أقول إن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وفي أكناف المسجد الأقصى يقومون بدورهم بالدفاع عن مقدساتنا، بالدفاع عن أحد أقدس مقدسات الأمة هو المسجد الأقصى، هو عنوان كرامة الأمة. لكن يبقى أن نقول أن هناك شرائح أخرى في هذه الأمة يجب أن تقوم بدورها. هذه الشرائح إذا قامت بدورها فهي كفيلة بأن تمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في تماديه وفي اعتداءاته على المسجد الأقصى. يعني على سبيل المثال أنا أقول هناك دور أساسي للأحزاب والقوى والمنظمات العربية والإسلامية التي ما زال دورها فاعلا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. هناك دور كبير على الإعلام أيضا العربي والإسلامي أن يكثف من كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتغطية هذه الجرائم وبث الوعي في الجمهور العربي والإسلامي والتعبئة من أجل نصرة القدس والأقصى. هناك يعني دور كبير كما ذكرت على الأردن، هناك دور كبير على المقاومة الفلسطينية، هناك دور كبير على علماء هذه الأمة بأن يكونوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، إلى جانب مقدسات هذه الأمة، إلى جانب المسجد الأقصى، وأن يمنعوا الاحتلال الإسرائيلي من سيد هشام السيطرة الإسرائيلية على المسجد. سيد هشام، يعني كيف السبيل إلى تجسيد كل هذا الدعم ميدانيا؟ لأنه اللغة الشعارية ربما هي المسيطرة بالنسبة فيما يتعلق بقضية القدس تحديدا، يعني المستوى الشعبي ربما يبحث عن آلية لتجسيد هذا الدعم. ما الذي يقف أو يحول دون تجسيد هذا الدعم ميدانيا؟ الكلام صحيح. أنا أقول الطريقة الوحيدة هي أن تتحول نصرة المسجد الأقصى إلى خطة عمل، إلى استراتيجية حقيقية ثابتة على أجندة هذه الجهات التي ذكرتها، أن يتحول المسجد الأقصى وقضية القدس إلى خطة ثابتة في أجندة الإعلام، خطة ثابتة في أجندة الأحزاب والقوى والمنظمات العربية والإسلامية، خطة ثابتة على أجندة العلماء، خطة ثابتة على أجندة المقاومة الفلسطينية، على أجندة الأردن، على أجندة جامعة الدول العربية، لا أن نكتفي بالشعارات ولا بالخطابات التي نناصر فيها المسجد الأقصى بالشجب والاستنكار الذي لا يقدم ولا يؤخر في معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا أقول كلمة هنا، الشعوب العربية يجب أن تحاسب كل هؤلاء ما لم يتحول المسجد الأقصى إلى هم دائم وثابت على أجندة. نعم العالمية. على ذكر الهم أستاذ هشام، على ذكر الهم، يعني نلاحظ أنه الاهتمام ربما الرسمي وربما الإعلامي على المستوى العربي تحول إلى ملهات اسمها داعش واسمها مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، ربما بما لا يخدم القضية الفلسطينية التي تحولت إلى معركة ربما هامشية مقارنة بالتركيز على داعش وهذه القضايا. يعني كيف يمكن أن يتم تثبيت القضية الفلسطينية على رأس الاهتمام العربي رسميا وأيضا شعبيا؟ أنا أقول هناك خلط الأولويات في هذا الزمن. هناك عدو واضح اسمه الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الإسرائيلي يستعدي كل الأمة ولا يستعدي فقط الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المسجد الأقصى الذي هو مقدس لكل المسلمين وليس للشعب الفلسطيني. ولذلك خلط الأولويات وتوجيه الجهود لتتناثر هنا وهناك لمصالح حزبية أو شخصية أو لدول معينة هنا وهناك أو لخدمة المشروع الأمريكي أو المشروع الصهيوني هنا وهناك، هذا يؤذي القضية الفلسطينية ويؤذي قضية القدس ويؤذي قضية المسجد الأقصى. أنا أقول يجب أن يكون هناك وعي لدى شعوبنا وجماهيرنا العربية والإسلامية من أجل الضغط على حكوماتها والضغط على أحزابها والضغط على منظماتها وعلى إعلامها من أجل إعادة توحيد وتصويب البوصلة والهدف نحو القدس ونحو المسجد الأقصى، وجمع كل الجهود وتنسيق كل الجهود من أجل أن تكون القدس هي أولوية الأولويات، من أجل طرد هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي طالما بقي موجودا على صدر فلسطين سيكون سببا في كل هذه الفتن التي تعيشها المنطقة العربية. نعم. والإسلامية. هذا هو التوصيف الدقيق. نعم. لما يجري اليوم. كثير من الفتن
التي تخترع لهذه الأمة هنا وهناك. السبب الرئيس فيها هو حرف هذه الأمة عن مسارها الصحيح، هو مسار تحرير فلسطين، مسار تحرير القدس والمسجد الأقصى، لا أن تلتهي الدول العربية والإسلامية بقضايا خلافية هنا وهناك. نعم، سيد هشام يعقوب رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. شكرا. شكرا. إلى أخبارنا الوطنية، وفي ردود الفعلية المتلاحقة حول إحالة الفريق توفيق على التقاعد، توقع جلال سفيان رئيس حزب جيل جديد أن تحاول السلطة مستقبلا غلق المشهد السياسي في البلاد والتضييق على أحزاب المعارضة. مزيدا من التفاصيل مع الزميل ضياء الدين زياري. حسب الرواية الرسمية، الرئيس بوتفليقة يحيل الجنرال توفيق على التقاعد بعد صراع امتد لسنوات، صراع وإن فنده مقربون من محيط الرئيس والسلطة، إلا أن معارضين ومحللين سياسيين يؤكدون أنه سبب الاختلالات التي طرأت بين الحين والآخر على الساحة السياسية. وبين هذا وذاك، تخشى شخصيات في المعارضة أن تستغل السلطة هذا الأمر لتلميع صورة الرئيس من جهة، وممارسة نوع من التضييق عليها من جهة أخرى. هذا راح يخلينا نفكر انه السلطه الجديده هذا بمعنى يعني بعد ما صرا انه راح يغلقوا الميدان السياسي، ورايحين ربما يديروا ضغوطات على الاحزاب المعارضه، وراح يعني يعودوا يرجعونا الى البوليس السياسي كما هم يقولوا. بغض النظر عن دور الرئيس بوتفليقة في تنحية الجنرال الغامض من عدمه، يعتقد محللون أن هذا التغيير جاء أيضا استجابة لضغوط أطراف أجنبية كانت تعتبر جهاز المخابرات الجزائري أكبر عائق يصعب التعامل معه. هي أقرب للمنظر هو أن الجزائر بإمكانياتها البشرية وأيضا مواردها وأيضا موقعها الجغرافي، أعتقد أنها صارت أحد المناطق التي تهم الاستراتيجيات الدولية الفرنسية والأمريكية على وجه التحديد. ويبدو بأنه قرار إقالة هذا الرجل الذي تقريبا ضم دوائر كثيرة في فرنسا تعتبره بأنه معادي للتوجهات الاقتصادية لرؤوس هولندا، وأيضا أصبح أيضا خطر على المشروعات الأمريكية داخل الجزائر، ضاقت به صراحة هذا الرجل، وربما ساعدت الرئيس بوتفليقة. بقرار الرئيس طوي ملف غامض وشائك من تاريخ السلطة، وفتحت صفحة جديدة قد تغير شكل نظام الحكم في البلاد، خاصة وأن كل الأنظار ستكون مشدودة في المرحلة القادمة إلى الدستور المرتقب. في المقابل، اعتبر برلمانيون أن إحالة الفريق توفيق على التقاعد هي واستبداله بعثمان طرطاق طبيعية جدا نظرا للتحولات السياسية التي تشهدها البلاد. الصراع في الحقيقة قديم بين هاتين المؤسستين، لأن هذه المؤسسة التي رأسها الجنرال توفيق هي التي كانت دائما تأتي بالرؤساء منذ الاستقلال، وعلى هذا الأساس فهي تأتي بالرؤساء وتريد الرؤساء أن يكونوا كما يريدونهم. ومن ثم الرئيس بوتفليقة خرج إلى العلن في كثير من المرات وقال لا أريد أن أكون ثلث رئيس أو ربع رئيس أو ثلاث أربع رئيس. هذا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتأويلات بعد إحالة الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق على التقاعد، وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ورغم كون الجزائريين لا يعرفون الرجل إلا بالاسم، إلا أن التفاعل مع خبر إقالته شكل نقلة نوعية في التفاعل، خاصة وأن سيرة توفيق كانت تعد من الطابوهات. حسام تكالي. لم يتابعوا له خطابا من قبل، كما لم يسمعوا للرجل صوتا، لم يشاهدوا نشاطا أشرف عليه خلال ربع قرن من الزمن ولو في التلفزيون العمومي، فهاتان الصورتان كل ما يمكن أن يعرف بهما الجزائريون مدير أقوى جهاز أمني في بلادهم والذي يعرف باسم الجنرال توفيق، غير أن حجم التفاعل مع خبر إقالة أو استقالة الرجل اللغز في مواقع التواصل الاجتماعي يعد في حد ذاته أمرا لافتا، نظرا إلى أن الفريق محمد مدين أو التوفيق لم يكن مرتبطا إلى حد ما بالشأن العام للجزائريين،
فالرجل لم يكن من أكثر رجال النظام غموضا فحسب، بل كان من الطابهات كذلك. متابعون لا يستبعدون أن يكون هذا التفاعل في سياق إعطاء انطباع للرأي العام يفيد بأن فريق الرئيس متحكم في مفاصل النظام، وهو الانطباع الذي يبدو أن وسائل إعلام جزائرية ومعظمها يحسب على جهات في النظام نفسه تحاول تكريسه، لا سيما في ظل الانفتاح السمعي البصري الذي عرفته البلاد منذ أكثر من 4 سنوات، مما أتاح الخوض في بعض الشؤون التي كانت إلى وقت قريب من المحرمات. ابتذال القضايا من هذا النوع، ابتذالها بمعنى أنها تصبح يعني قضايا يمكن أن يعني يتكلم فيها أي إنسان، هذا سبقته يعني تحضير ذهني إعلامي ثقافي مدة نقول لك يعني منذ هذا الانفجار الإعلامي في المجتمع الجزائري نتيجة ظهور وسائل إعلام يعني متغيرة. نحن نلاحظ بأن الإعلام في الجزائري هو يتكلم بالنيابة عن يعني توجهات سياسية معينة، يعني هناك نشعر كملاحظين بأن وسائل الإعلام وكأنها تقف وراءها خلفيات سياسية، خلفيات إيديولوجية. التفاعل الاجتماعي مع القضايا المطروحة في الساحة الوطنية وإن بدا ظاهرة صحية تستحق التثمين، إلا أنه يخفي في ثناياه مشاكل اتصالية ارتبطت بالنظام دائما. في موضوع آخر فيما يتعلق بجامعة تكوينية المتواصل، أثار قرار تجميد التسجيلات في القسم التحضيري ما قبل التدرج، إضافة إلى تغيير طبيعة جامعة تكوين المتواصل خلال الموسم المقبل، خلف أو أثار غليانا كبيرا في صفوف التنسيقية الوطنية لعمال جامعة التكوين المتواصل الذين قرروا الدخول في إضرب. مزيدا من التفاصيل مع الزميلة صبرين ديب. قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار القاضي بتجميد التسجيلات في القسم التحضيري ما قبل التدرج بجامعة التكوين المتواصل قابلته التنسيقية الوطنية لعمال الجامعة ممثلة في عمال وأساتذة وطلبة بتنظيم اعتصام وطني يوم أمس بينما دخل فرع وهران في إضراب مفتوح، بعد أن وجهوا مراسلة لوزير القطاع بتاريخ 8 سبتمبر الجاري يطالبون الوزارة بالتراجع عن قرار تجميد التسجيل في قسم ما قبل التدرج، وعبروا عن تدمرهم من عدم تبرير الوزارة لقرار إلغاء التسجيل في هذه الجامعة، ومطالبين بإعادة النظر في الإجراء الذي وصفته التنسيقية بالارتجالي والذي من شأنه أن يحرم المئات من الطلبة من فرصة استدراك المسار الدراسي الخاص بهم، خاصة أن جامعة التكوين المتواصل كانت مكسباً للشعب الجزائري واستطاعت أن تمتص أعداداً هائلة من الشباب خلال العشرية السوداء ممن لم يوفقوا في مواصلة مشوارهم الدراسي بالجامعات. كما اعتبرت تنسيقية جامعة التكوين المتواصل تصريحات الوزير قاسية، والتي يعتبر فيها بأن جامعة التكوين المتواصل قد انحرفت عن دورها المتمثل في مواصلة تكوين خريجي الجامعة القدامى في مختلف التخصصات وفقا لمتغيرات التكنولوجيا والتطورات الحاصلة في كافة الميادين، خاصة أنه كان ل5 سنوات رئيسا للمجلس التوجيهي لجامعة التكوين المتواصل، وأبدت التنسيقية استعدادها للتشاور والحوار مع الوزارة الوصية لإصلاح جامعة التكوين المتواصل، غير أن حجار أعلن أنه انطلاقا من العام المقبل سيكون لجامعة التكوين المتواصل وظيفتان أساسيتان هما تحسين مستويات الكوادر والعمال في شتى القطاعات، كما ستكون رافدا لكل الجامعات في استعمال التكنولوجيات الحديثة. يعاني المواطنون في مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من سوء الاستقبال والمعاملة من قبل أعوان الإدارة رغم جهود الحكومة التي تبذلها والتي تسعى لتقريبها من المواطن، بعد أن بادرت بتقليص الوثائق الخاصة بتكوين الملفات الإدارية. محمد اللومي. معاناة المواطن مع الإدارة ما تزال مستمرة في ظل المعاملة السيئة والسلوكات الشائنة التي تصدر عن كثير من أعوان الإدارة في مختلف المصالح، تصل في بعض الأحيان إلى درجة الإهانة والمس بكرامة الإنسان. تصرفات دأبت عليها الإدارة منذ الاستقلال لم تعد مقبولة بالمرة في ظل تطور تكنولوجي لم ترافقه تغييرات في الذهنيات.
سعود استقبالي ضمن كافحوه بصرمه بصرمه من غير معقول باش موظف خالص لذاك الشان ما يتعلاش المواطن ويتصرف معه تصرفات غير لائقه. لا يلزم الكرامه تاع المواطن يلزم نحافظوا عليها، وما يلزمش الموظف باللي راهو في خدمه المواطن ماهوش اللي خدمته تاع الفوائد الشخصيه نتاعو. هذه يلزم يفهموها، الثقافه هذه يلزم تدخل لهم في الراس نهائيا. السلطات سعت لتقليص الهوة بين الإدارة والمواطن، واستطاعت أن تحقق قفزة نوعية في المجال التقني من خلال تقليص الوثائق المستخرجة من مختلف المصالح، وذلك ما استحسنه المواطنون، لكنها في الوقت نفسه ما تزال تفتقد إلى استراتيجية خاصة لتكوين موظفيها في مجالي الاستقبال والتوجيه. الإدارة بحدها تقوم بالدور هذا، دور تاع التكوين تاع الممثلين تاعها باش يغيروا التصرفات تاعهم وباش يحسنهم مع المواطن. كل شيء بالتعليم، ما كاش حاجه اللي تجي وحدها. يبقى القول ان الاداره قبل كل شيء هي فن التعامل مع الاخر، كما ان على المواطن ان يقدر ظروف عمل اعوان الاداره. تتواصل الأشغال على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث تم تخصيص جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع توجيهي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وكذا الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. ورقة في الموضوع مع الزميل سامي بعزيز. في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع القانون التوجيهي والتطوير التكنولوجي استكمالا للمخطط الخماسي 2008-2012 الذي استوجب حينها إعادة سني القانون الأساسي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. نشوفوا أنه قانون التوجيهي للبحث العلمي هو قانون مهم، لأنه وضعية الجامعة الجزائرية لا تبعث على الخير. الجامعة الجزائرية مرتبة في ذيل الترتيب العالمي للجامعات. السيستم LMD يعني هو محتاج إلى مراجعة، لأنه بعد تطبيقه ميدانيا اتضحت فيه كثير من العيوب. بالنسبة للموضوع نتاع البحث العلمي، أعتقد أن المواد التي جاءت فيه إن طبقت ستصب في فائدة البحث العلمي. ومن المنتظر أن يعزز مشروع القانون التوجيهي المقترح سلطة الباحثين على المستوى البحثي والتقييمي على حد سواء، استجابة لانشغال تطوير الوظائف المجاورة للنظام من حيث النجاعة والملائمة، وضمان انفتاح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الدافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة. قانون هذا التعليم العالي والبحث العلمي هو قانون في الحقيقة تقني، يتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بالبحث العلمي إلى غير ذلك، ولكن مشكلة الجامعات الجزائرية عندنا اليوم التي هي في أدنى المراتب يعني سفلى مقارنة مع الجامعات الأوروبية والعالمية، يتركنا أن نقول أن المشكلة ليست هنا، المشكلة في مشاكل أخرى. ومن ثم أنا شخصيا لم أناقش هذا القانون كما هو، لأنني أعلم بأن التشريعات الحالية هي غير كافية ولا بد أن تكيف حسب التشريعات العالمية. قرار التعديل وصفه برلمانيون بالضروري، لأن منظومته تتماشى مع البحث العلمي العالمي وفق الاستراتيجيات الرائدة في هذا المجال. يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا تكنولوجيا سريعا وكبيرا نتيجة الحركية الكبيرة التي تشهدها نظم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر مختلف الدول ومسيرة ركب الأمم المتقدمة تكنولوجيا للحد من الفجوة التكنولوجية الفاصلة بين الدول المتقدمة وتلك التي هي في طور النمو. في سياق متصل، اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أن قانون الإجراءات الجزائية يعد أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان. الوزير وفي عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أوضح أن المشروع تضمن أحكاما تصب في مجملها إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في وضع آليات جديدة لتحسين مستوى الأداء القضائي، وكذا تعزيز حقوق المشتبه فيه والمتهم. في إطار العلاقات الجزائرية الفرنسية، تباحث أمس وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب مع ممثلي وزير الخارجية الفرنسي جون لوي بيانكو بشأن الملفات الاقتصادية التي تجمع البلدين وسبل تدعيمها والعمل على استحداث مشاريع جديدة مشتركة تجمع الطرفين. بالخير معافى.
لقاء وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بممثل الخارجية الفرنسي لويس بيانكو ناقش سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية وكذا الآليات الجديدة لاستحداث مشاريع مشتركة بين الطرفين. لقد قمنا بالتطرق لبعض المواضيع الهامة لتقييم الملفات التي تباحثنا فيها قبلا وسجلنا مشاريع أخرى. اليوم ستكون مشاريع مهمة وهيكلية تتعلق بعديد المجالات في العلاقات السياسية الاقتصادية بين البلدين ضمن استراتيجية صناعية مشتركة نسعى إلى تطويرها مستقبلا. من جهته ممثل وزير الخارجية الفرنسية المكلف بالعلاقات مع الجزائر لويس بيانكو ثمن اللقاء الذي جمعه بالوزير بعد أن ناقش مستقبل العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية التي وصفها بالديناميكية وأنها تسير في الطريق الصحيح. بعد أقل من عام على ترسيمي كمبعوث خاص من فرنسا متخصص في العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، هذه المرة السادسة التي أتشرف فيها بلقاء مع المسؤولين الجزائريين. أستطيع القول أن طريقك الذي أخذناه أستطيع تأكيده دون أي تكذيب بأننا تشاركنا بثقة ديناميكية طموحة. كما قلت نحن نتكلم بلغة المستقبل التي ستجعلنا نتكلم أقل من الماضي. عبد السلام بوشوارب وفي إجابته على سؤال يتعلق بوضعية مصنع بيجو الجزائر أكد أن الملف على طاولة النقاش مضيفا أنه بحاجة إلى وقت لتحقيق الإجماع على الشروط التي وضعها كل الأطراف. بيجو عدة مرات نقول لكم c'est un projet qui est complexe. C'est un projet qui de par sa capacité d'intégration de par la sous-traitance المناولة اللي راح تجي معاه تخلي الشراكة راهم قاعدين نحكي وحنا عطينا الاتجاه وننتظر ان شاء الله عن قريب راح يفصلوا في بعض يعني قرارات وراح تمكن لنا ثم نتكلم على هذا المشروع بصفة اكثر. ويبقى هذا اللقاء تمهيدا لوضع الخطوط العريضة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر وباريس. في ملف التشغيل والضمان الاجتماعي كشف وزير القطاع محمد الغازي أمس الاثنين أن مليوني مشترك من أصل 3 ملايين تابعين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لا يدفعون اشتراكاتهم. تصريح الوزير جاء أثناء إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ل48 ولاية. ولإصلاح هذا الخلل أعلن الوزير عن إجراءات تحفيزية وأخرى تتعلق بإزالة العراقيل التنظيمية والقانونية لتحسين مختلف نشاطات الصندوق. في مجال الصحة أعلن أو قرر وزير الصحة وسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف إلى أمس الاثنين إلى ولاية أم البواقي غلق عيادة خاصة بعين البيضاء بعد وفاة امرأة جراء عملية جراحية. قرار الوزير يأتي عقب قيام لجنة تفتيش وتقصي الحقائق واكتشافها لإهمال طبي كبير فضلا عن توظيف طبيب أجنبي بطريقة غير قانونية. أكدت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم في فروم الإذاعة الوطنية أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من إعاقة، وسيتم ذلك تبعا لنوعية ودرجة الإعاقة التي يعانون منها من خلال توفير الجو الملائم والظروف المناسبة لضمان التمدرس الأمثل لهذه الفئة من التلاميذ. التلاميذ المعاقين عندهم يعني تمدرس ككل الأطفال، بالنسبة اللي عندهم إعاقات خفيفة هم مدمجين في المدارس العادية والأقسام العادية، ما لازم عندنا احنا وزارة التضامن الوطني نوفر لهم المرافقين إذا أمكن وعندما يستحقون المرافق لمساعدته على التحصيل العلمي داخل القسم العادي ككل التلاميذ الآخرين. أما بالنسبة للمعاقين عندهم إعاقات ثقيلة ومتوسطة فهم راهم في المراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بعدد
عدد 225 مركز متخصص عبر التراب الوطني. هذه السنة كان شعارنا هو التضامن فيما بيننا، كان شعار الدخول المدرسي لهذه السنة والاجتماعي، ولكن كذلك بدون قوائم انتظار. هذه السنة اللي عندهم إعاقات في التوحد طلبنا من السادة المدراء النشاط الاجتماعي، وكان في عدة ولايات قصينا عدة مقاعد ودخلنا عدة أطفال عندهم إعاقات تاع التوحد لمساعدة أسرهم على مرافقتهم ومساعدتهم في تربية متخصصة داخل مراكز متخصصة. أكدت الوزيرة والمنتدبة المكلفة بصناعة التقليدية عائشة طباقو على هامش زيارة ميدانية قادتها أقول إلى حي القصب العتيق أن وزارتها تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها الحرفيون، والتي ترتكز أغلبها في توفير المادة الأولية والتسويق. جليلة بلحاج. ألحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة تقابو على ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها الحرفيون خاصة المتواجدين بحي القصبة، ورفعها للمعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع. احنا كنا وعدناهم بزيارة حرفي القصبة، كانوا طلبوا منا زيارة وحنا وفينا بالوعد. اليوم جينا نزورهم نطلعوا على أغلب المشاكل اللي يعانيوا منها حرفي القصبة، يعني المشاكل اللي كانوا يعانوا منها ماهيش مشاكل يعني كبيرة بزاف، تمثل في توفير المادة الأولية، وهذا خذناه بعين الاعتبار مع غرفة صناعة تقليدية والحرف. عندنا أيضا كانوا يعانوا من مشكل في التسويق في مساحات العرض والبيع، اتفقنا مع السيد رئيس بلدية بتوفير محلات مساحات للعرض والبيع دائمة لحرفي القصبة ينتجون في محلاتهم ويبيعوا في هذه المساحات. هي مشاكل عديدة تعترض الحرفيين، تتمثل أغلبها في نقص المادة الأولية التي أصبح استيرادها حكرا على الخواص، وكذا غياب المعنيين بتسويق الصناعات التقليدية. باش واحد يجي يزور الحرفيين لازم يشوفهم كامل، ماشي نشوفوا دو تروا ارتيزون نقولوا بلي الحاله راهي مليحه وراهي تو فا بيان. وبور لا ماتيير بريمير بور لو مومون مازال الحرفي يعاني من لا ماتيير بريمير، مازال ما شفناهاش. ومن بعد جاو دوك لي زيمبورطاتور، دوك لي زيمبورطاتور يجري على حساب العمله الصعبه تاع البلاد هذيك. دوك الا كانت العمله تاعهم غاليه حنا نشرو غالي، الا كانت حابطه كاين عم يجيبوا دوك لي زيمبورطاتور، عم يجيبوا بريفي عم يجيبوا انا نشرو عندهم. هذا ويعد قطاع الصناعات التقليدية أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الجزائر للانفتاح الثقافي وتنمية صادراتها خارج قطاع المحروقات، إلا أن الإهمال والنسيان الذي طال القطاع حال دون ذلك. نشرتنا لا تزال متواصلة معكم مشاهدين من الوطن الجزائري. وفي أخبارنا الدولية، أكدت مصادر إعلامية أن وزراء الداخلية الاتحاد الأوروبي قد اقتربوا من اتفاق سياسي يقضي باستقبال 160 ألف لاجئ سوري دون حسم تفاصيل توزيعهم على كل دولة. وكان وزراء الداخلية الأوروبيون اجتمعوا الاثنين في قمة استثنائية عاجلة في بروكسل، وجرى تحديد تاريخ 8 أكتوبر المقبل موعدا لحسم مسألة توزيع هذا العدد من اللاجئين. في مصر، وبعد مقتل السياح المكسيكيين على يد قوات الأمن المصرية، أكد وزير الخارجية المكسيكي مساء الاثنين بأن السياح قتلوا جراء قصف جوي نفذته القوات المصرية الأحد. كما أكدت الخارجية المكسيكية أن هذه المعلومات تستند على تصريحات الناجين من الحادثة التي وقعت في الصحراء المصرية. وكانت الداخلية المصرية أفادت بمقتل 12 شخصا بينهم سياح مكسيكيون أثناء تواجدهم بالخطأ في مكان اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، وفق بيان للداخلية المصرية. أخبار دولية أخرى في هذه المختصرات. قتل 22 مهاجرا من بينهم 4 أطفال صباح اليوم الثلاثاء قبالة السواحل جنوب غرب تركيا عند غرق قاربهم خلال توجهه إلى جزيرة كوسا اليونانية، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وكالة دوغان للأنباء. وأوضحت الوكالة أن خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ 211 شخصا كانوا على متن القارب.
أعلن وزير خارجية هولندا بيرت كوندورز أن بلاده لن تنظر في طلب أمريكي لاستقبال معتقلين من معتقل غوانتانامو ما لم تقم الولايات المتحدة بخطوات مهمة نحو إغلاق هذا المعتقل. وقال كوندورز في رسالة إلى مجلس الشيوخ الهولندي إن بلاده طالما اعتبرت معتقل غوانتانامو الذي أقيم داخل قاعدة عسكرية أمريكية بجنوب كوبا مخالفا للقوانين الدولية وطالبت بإغلاقه بأسرع ما يمكن. قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن مجمعها النووي الرئيسي يعمل بشكل كامل وإنها تعمل على تحسين أسلحتها النووية كما وكيفا. ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية عن مدير معهد الطاقة النووية في الشطر الشمالي قوله أن بلاده جاهزة تماما للتعامل مع أي اعتداء أمريكي بالأسلحة النووية في أي وقت. انتقد رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت بشدة اليوم الثلاثاء ثقافة وسائل الإعلام التي تتسم بالإثارة وتكافؤ الغدر على حد قوله، داعيا وسائل الإعلام في بلاده لعدم نشر مزاعم غير معلومة المصدر. وتعهد أبوت بتسهيل الانتقال لرئيس الوزراء المقبل مالكولم ترينيبول منافسه اللدود الذي أطاح به من زعامته للحزب الليبرالي في تصويت في وقت متأخر من ليلة الاثنين. نختم نشرتنا بابن غليزان الفنان التشكيلي الأزرق، وهو شاب سهوته مداعبة الريشة فبوسائل بسيطة بأنامل تحمل سحر الألوان وأيضا جمال التصوير انطلق يرسم لوحات مختلفة تحاكي الحاضرة تارة وتمجد القديمة تارة أخرى لتتلخص مظاهر الطبيعة عموما من أمل وألم. سيف الدين علي. من هواية إلى مهنة ومن مهنة إلى صنعة وإبداع، ذلك هو حال الشاب الأزرق ابن مدينة غليزان مع هذه التشكيلة المتنوعة من الألوان والريش، والتي جسد بها لوحات فنية تجمع بين التغني بالطبيعة تارة ورصد الواقع تارة أخرى، وقد تحكي في بعض الأحيان تقاليد وأعراف المنطقة. فما هي آمال هذا الفنان الشاب؟ أنا كفنان نطلب من السلطات المحلية لولاية غليزان إلا كاش مشروع ولا رانا هنا، أنا هنا نخدمو، ما نتكلوش هادو اللواحات، أنا نديرهم المعارض برك إشهار بين المسائل، من يشوفوا الخدمة ومن يشوفوا الخدمة يعرضوا لنا مشاريع نخدمو حاجة شابة، نخدمو حاجة كاع كبيرة في باطيمة. قال جيد وقال قادرين نعطوهم رأي، هذه نخدمو لهم كما يقول لك نخدم بالسيمة بالجبسة لي ديكورا بيبليسيتي حاجة مازال ما عرضوش لحد الان، ما كاش اللي عرض علينا. وروعت هضرت معهم شحال من خضر. الازرق ومع ما يعانيه من تهميش يجد في الاصدقاء والجيران دعما معنويا لا ينقطع، مما يبقيه متمسكا بهذا الفن غير آبه بالصعاب والعقبات. الاخ هذا الازرق تاعنا فنان كبير ويستاهل به يكون عنده الدعم، ولقلاه يشكر لقلاه الجمهور تاعنا، لقلها واحدين يزيدوا يشوفوه يزيدوا يبان هكا على المستوى الوطني ولا حتى القاري ولا حتى الدول، خاطر الموهبه تاعو الله يبارك. يعني نطلب من السلطات المحليه باش يعاونوه، يجوا يشوفوا على الاقل، يجوا طلع عند، ما يسمحوش في واحد كيما هذا نورمالمون يروح تاع كسموه تاع الفنون هذيك. طموح الفنان الازرق في بلوغ الامال متواصل، حتما ستجد لوحاته المتعانقة بين عالمي الخيال والطبيعة سبيلا إلى تحقيق ما يصبو إليه فنيا وماديا. دي الفن والإبداع، نأتي إلى طي أوراق هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. استمرار الانتهاكات الصهيونية في حق الأقصى المبارك وسط صمت عربي وإسلامي مريب. غليان في صفوف طلبة جامعة التكوين المتواصل بعد قرار تجميد التسجيلات في القسم التحضيري. رغم محاولات التخفيف من الأعباء البيروقراطية، المواطنون يشتكون من سوء الاستقبال والمعاملة في الإدارات والمصالح الخدماتية.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الوطن ميديا دوت كوم. كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب. إلى هنا أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة. أستودعكم الله. السلام عليكم.